حي الله تونس الخضراء، حي الله تونس الزيتونة، حي الله تونس القيروان، حي الله تونس أرض العبادلة، حي الله تونس أرض الخير والحب والسلام. أنا سعيد جدا بزيارتي لتونس، ولطالما اشتقت لهذه الزيارة، ما أتيت أشهد الله إلا حبا لشعب تونس العظيم ولهذه الأرض الطيبة. ما أتيت أبدا لنصرة تيار، وما أتيت لنصرة جماعة، وما أتيت لنصرة حزب، وما أتيت لنصرة منهج على منهج، وإنما أتيت لأدعو إلى الله عز وجل على بصيرة إن شاء الله تعالى. ليس لأن أهل تونس يحتاجون إلى دعوة أو إلى تعليم، وإنما هذا من باب وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، والدعوة إلى الله تبارك وتعالى شرف هذه الأمة نتواصى بها. بل أنا أقول لكم بكل حب وتقدير، هذه بضاعتكم ردت إليكم، هذه بضاعتكم ردت إليكم، فأنا تلميذ علمائكم يا أهل تونس. نعم، أنا أعلن الآن بكل ثقة أنني وبكل فخر تلميذ إن شاء الله تعالى نجيب للإمام العلامة المفسر الكبير اللغوي البارع الإمام الطاهر بن عاشور. فأنا أكاد أجزم بل وأقسم أنه ما من آية أقدمها في حلقات التفسير على شاشة قناة الرحمة إلا وأرجع حتما إلى التحرير والتنوير لأقرأ ما قاله الطاهر بن عاشور في تفسير هذه الآية من بين ما يزيد على 40 تفسيرا. وأعجب وربما لا يعلم كثير من أهل تونس أنني أفاجأ بأن الله عز وجل قد فتح للشيخ في كثير من الآيات ما لم أقرأه في 40 تفسيرا، وهذا فضل الله تبارك وتعالى. ثم كيف ننسى إمام مذهبكم الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو إمام دار الهجرة، إمام دار الهجرة، أستاذ الشافعي، والشافعي أستاذ أحمد. نعم، أنتم أهل علم، أنتم أهل علم وأهل فضل. وما أتينا أشهد الله إلا حبا لكم في الله، وما أتينا إلا دعوة لجمع الكلمة، وإلا دعوة لتوحيد الصف، وإلا دعوة للحوار الهادئ المنضبط للخروج ببلدنا الحبيب تونس من أزمته. وأسأل الله عز وجل أن ينزل عليكم من رحماته، وأن يستخرج لكم من بركاته، وألا يحرمكم نعمة الأمن والأمان. وأسعد بلقائكم في أي مكان سألتقي بكم فيه إن شاء الله تعالى.